بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في المحاضره ال14 من دوره تصميم الاضاءه. النهارده هنتكلم عن كشافات اناره الواجهات او اللي احنا بنسميها الفلود لايتس. في اسس تصميم اناره الواجهات في قاعده مهمه جدا، ان المسافه بين الكشاف وبين المبنى لا تقل عن 50 سم، يبقى نص متر بين الكشاف وبين المبنى، لان لو كانت اقل من كده ببساطه تحصل ظلال شديده، تمام، وخاصة لو كان الجدار غير أملس. يبقى المسافة بين الكشاف والجدار تقريبا لا تقل عن 50 سم. هنا بيفضل استخدام نوعين مختلفين من الكشافات، أو نوعين من الكشافات بدرجتي لون مختلفتين، تمام، لإظهار التفاصيل أو لإظهار جمال التفاصيل في الواجهة، مع مراعاة التماثل في نفس المكان، تمام، في نفس الكشاف وفي نفس الأماكن المتشابهة. انا ممكن استخدم مثلا كشافات ابلايت مثل هالايت تحت الاعمده، او استخدم كشافات صوديوم تحت الحوائط، او استخدم اناره موجهه في الفراغات، بس في نفس الفراغات لازم تبقى الدنيا متماثله. لو احنا بصينا على كشافات اناره الواجهات او الفلود لايت، هنشوف النوع اللي في اليسار ده، النوع ده اللي هو اكسيال سيمتريكال ريفليكتور، وفي عندي النوع الثاني اللي موجود على اليمين الروتيشنالي سيمتريكال ريفليكتور. هنا طبعا هنشوف امثله للريفليكتور الاكسيال سيمتريكال وايد بيم. هنا البيم او الانجل اللي بيشتغل عليها الكشاف ده بنسميها وايد بيم، انجل واسعه. لو انت شايف هنا ادي الكشاف اهو تحت، الكشاف ده بيديني وايد بيم، بينور لي كل جزء الجدار باستخدام الثلاث كشافات الموجودين عندي. في مثال ثاني اكسيال سيمتريكال نارو اند ميديان بيم. لو انت شايف هنا ادي الشكل، ادي البيم اهو، ده انا لو باصص للكشاف سايد فيو بينور لي الجزء من الجدار، وفي الجزء اللي فوق ده بيكون مظلم لان ده بيبقى نارو بيم او ميديان بيم. في جزء عندي الاكسيال سيمتريكال النارو بيم زي الكشاف ده، لو انت شايف كده ده نارو بيم منور الجزء ده بس في الجدار، ده شكل سايد فيو الخاص بيه. والاكسيال سيمتريكال نارو بيم مثال تاني بينور لي الجزء اللي فوق ده بس من الجدار، وفي جزء ما زال مظلم، يبقى ده نارو بيم. نارو بيم يبقى انا في عندي وايد بيم، وفي عندي ميديم بيم، وفي عندي نارو بيم. لو احنا شفنا الكلام ده في الروتيشنالي سيمتريكال ريفليكتور، الريفليكتور المدور ده روتيشنالي سيمتريكال ريفليكتور ميديم والوايد بيم، لو انت شايف ادي الريفليكتور ده دائري، تمام، بينور لي جزء من الحائط، وادي شكل السايد فيو بتاعه. الروتيشنال سيمتريكال ميديم اور وايد بيم برضو ده موجود فوق في السقف وبينور جزء على الفلور، تمام. هنا في الروتيشنال سيمتريكال نارو بيم، برضو النارو بيم اقدر انور بيه جزئيه، الكشاف ده موجه بس ينور الجزئيه او المسافه بين المربعين دول، تمام. الروتيشنال سيمتريكال نارو بيم اقدر اعمل بيه اناره في الجدار بالوضع اللي انت شايفه ده، فوكس على جزئيه معينه والجزء الثاني، تمام، بيبقى مظلم شويه. يبقى انا في عندي نوعين، الاكسيال سيمتريكال ريفليكتور والروتيشنال سيمتريكال ريفليكتور، ودي مشاريع مختلفه او انارات مختلفه لواجهات. لو انت شايف هنا الكشاف ده بيطلع اضاءه في الاربع اتجاهات وبيديني الشكل الموجود على الواجهه. هنا طبعا في كشافات بتبقى موجهه للجزء ده عشان ينور، هنا برضه نفس القصه بيبقى في كشاف عشان انور بيه. يبقى انا هنا بستخدم انارات بدرجات مختلفه عشان اظهر جمال المبنى اللي قدامي، هنا برضو بشوف كشاف بينور لي الشباك وهكذا سيمتريك، نفس القصة هنا، او بشوف الكشاف ده باصص لتحت كده بحيث ينور لي الجزئية اللي تحت. طبعا انارة الواجهات ده جزء مهم جدا، وده من تخصص المهندس المعماري، وانت كمهندس كهرباء لازم تبقى فاهم ازاي بدي الواجهات الاشكال الجمالية دي باستخدام الفلود لايت او كشافات انارة الواجهات. وبكده خدنا فكرة عن كشافات الفلود لايت أو كشافات إنارة الواجهات، ونشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.